السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بيكم مرة تانية. رجعنا لكم مع مراجعة شهر أبريل، مراجعة شهر إبريل واللي هندرس فيها إن شاء الله الوحدة التاسعة والوحدة العاشرة، وبنقدمكم فيها أهم 90 سؤال ممكن يقابلوك في الوحدتين دول على الفوكابلري وعلى الجرامر. ركز معانا واعرف احنا بنختار كل اختياري ليه وازاي، وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مش هطول عليك، يلا بينا. تعال نشوف اول اختياري معانا النهاردة، نمبر 1 بيقول لي let's at the park. يلا نلعب في الحديقة. عندنا play و playing و plays and played. طبعا عارفين ان let's حبايبي بيجي وراها دايما مصدر الفعل، تاني let's بيجي وراها مصدر الفعل. طب يا ترى مين المصدر في دول؟ هقول له اكيد طبعا the word play. so let's play at the park، تاني let's play at the park. نمبر 2 بيقول لي I'm hungry. كلمة hungry يا حبايبي معناها جوعان، فبقول I'm hungry let's have it. يلا نتناول ايه يا ترى؟ سناك ولا سنيك ولا سنو ولا تصب؟ اكيد طبعا طالما جعان فانا هاخد سناك. قلت يا حبايبي سناك اس ان اي سي كي، تاني اس ان اي سي كي. نمبر 3 بيقولي اي اي لايك كوكيز. حبايبي طبعا كلمه لايك ده فعل في المصدر، يبقى النفي بتاعه اكيد هيكون بدون اور دازنت. ما ينفعش طبعا اجيب از اور ام، يعني ما ينفعش اجيب قبله فيرب تو بي، عشان فيرب تو بي بيجي وراه فيرب بلس اي ان جي. هنا بقول انا بحبش البسكوت، فعشان كده هقول اي دونت. تاني اي يا حبايبي تاخد دونت، يعني ما ينفعش تاخد دازنت، لا طبعا. عارفين دازنت بتيجي مع هي شي ات اند ذا سنجولر نون، والاسم المفرد. نمبر 4 بقول له دون اي ليتر. شكل ما احنا قلنا ان دونت ودازنت دايما بيجي وراهم انفينيتيف، يعني فعل في المصدر بدون اي اضافات، فعشان كده هنا لازم اقول دونت دروب ليتر. تاني دونت دروب ليتر، تاني don't drop litter يعني لا ترمي القمامة. طبعا ما ينفعش اقول don't play ولا don't eat ولا don't clean. نمبر 5 بقول I am let's have a snack. طالما قال لي let's have a snack يعني يلا نتناول وجبة. هكون انا جعان ولا عطشان؟ اكيد طبعا هتقول لي انا جعان، فبالتالي هقول I'm hungry. تاني I'm hungry. تعال نشوف نمبر 6 بقول لي I am let's have some juice. طبعا اللي فوق لاني هاكل وجبة فبالتالي انا جعان. طب هنا بقى هتناول ايه؟ قال له يلا نتناول عصير. طالما هتناول عصير يبقى اكيد انا عطشان، وعطشان اسمها thirsty. تاني عطشان اسمها thirsty. نمبر 7 بيقول لي what is some cookies. طبعا عارفين يا حبايبي ان الاقتراح بيكون what about or how about. تاني what about or how about، فبالتالي هقول what about some cookies، ماذا عن بعض البسكوت. نمبر 8 بيقول لي you want chocolate chip cookie. تاني ايه you want chocolate chip cookie؟ طبعا هنا هبص على want هلاقيها فعل في المصدر بدون اضافات، فبالتالي ما ينفعش ابدا اجيب هاف لان هاف بيجي وراها باست بارتيسيبل تصريف ثالث. طيب ار قال لي ار دي بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي، بقى لي حبايبي دو اند داز، هما دول اللي بيجي وراهم مصدر. طب اخد دو ولا داز؟ هقول له طالما في يو فانا هاخد مين؟ دو، فبالتالي هتبقى دو يو وانت ا شوكليت شيب كوكي. نمبر 9 بيقول لي دونت دروب ليتر يوز ذا اي. طبعا واخدينها في المحادثه لما بقول له ما ترميش الزباله واستخدم السله. فين السله في دول؟ قال لي بن. تاني السلف دول هي بن. نمبر 10 بيقول لي don't drop litter in the bin. هي نفس الفكره تقريبا، ولكن الاختيارات هنا في الفعل using uses use and used. انا قلت حبيبي فعل الامر دايما بيكون في المصدر بدون اضافات، فلما اقول استخدم ده فعل امر فبالتالي لازم يكون في المصدر، فلازم هقول use. يبقى don't drop litter use the bin، تاني use the bin. نمبر 11 بيقول لي drop litter use the bin. انا قلت حبايبي لما اجي استخدم اسلوب النهي لازم ابدا بكلمه don، ما ينفعش ابدا بكلمه doesn't، فبالتالي هقول don't drop litter. تاني don't drop litter يعني لا تلقي بالقمامه، don't drop litter لا تلقي بالقمامه، ما ينفعش طبعا ابدا بdoesn't، النهي دايما بيبدا بكلمه don't. طب نمبر 12 بيقول لي ايه about some cereal. طبعا انا عارف الاقتراح يبدا بها ويبدا بوات، هنا لازم اشوف تحت مين اللي موجود هلاقي what، فبالتالي what about some cereal. تاني what about some cereal. طيب نمبر 13 بيقول are there a cookies. قلت لك حبيبي خلي بالك اول حاجة ببص عليها هو الكوكيز. الكوكيز ده اسم ايه؟ قال لي جمع، فبالتالي طالما الاسم جمع يبقى some يا any. طيب some ولا any لازم ارجع هنا لنوع الجملة دي، يعني ايه هتقول لي ده مستر سؤال، وطالما سؤال يبقى باخد اني، لان اني شكل ما احنا عارفين بتيجي في السؤال والنفي. تاني اني بتيجي في السؤال والنفي، فبالتالي هقول are there any cookies.
نمبر 14 بيقول لي ايه ذير اني بيكلز. طبعا هنا برضو ببص الاول على الناون بتاعي اللي هو بيكلز. البيكلز مالها يا حبايبي؟ البلورال ناون يعني اسم جمع. طيب طالما اسم جمع يبقى اذا هاخد ار فتبقى ار ذير اني بيكلز. تاني ار ذير اني بيكلز. نمبر 15 بيقول لي ذير ار اي كارتس. تاني ذير ار اي كارتس. طبعا هنا ببص برضو على كارتس. كارتس ده اسم ايه؟ هتقول لي بلورال اسم جمع يا مستر. طب طالما هو اسم جمع قال لي يبقى ما ينفعش ماتش ابدا لان ماتش دي بتيجي مع الاسم الغير معدود. طيب ما ينفعش ايه لان ايه بتيجي مع الاسم المفرد. طب يبقى قال لي سم اني. طب اخد سم ولا اني يا مستر؟ هنا لازم ارجع لنوع الجمله. دي جمله مثبته فبالتالي لازم اختار سم فهقول there are some cars. نمبر 16 بيقول لي is there any salt. هل يوجد اي ملح؟ yes there. انا قلت يا حبايبي بعد ما اجاوب yes ببدل there مع is فبالتالي هقول yes there is. تاني yes there is. ما ينفعش اقول isn't يا مستر؟ لا هقول isn't لو كانت الاجابه بنو. نمبر 17 بيقول لي ليلى doesn't like it's hot. بيقول لي it's hot يعني حر او ساخن. مين اللي بيبقى حر؟ اكيد طبعا الهوت صوص. تاني الهوت صوص مش هقول تشيز ولا سولت ولا كارت. اللي بيبقى حر هو الهوت صوص. نمبر 18 بيقول لي وير اي ذا باتر. طبعا برضه ابص على الباتر. الباتر دي يا حبايبي اسم لا يعد. تاني الزبدة اسم لا يعد واحنا اتفقنا ان اي اسم لا يعد يعامل معاملة المفرد. طبعا عارف ان لما اسال بوير بجيب وراها از او ار. طب هنا هاخد ايه؟ هتقول لي هاخد از عشان البتر اسم لا يعد. 19 بيقول لي ذير از اي بيبر. هبص برضو على البيبر. البيبر هنا uncountable noun اسم لا يعد والاسم اللي ما بيتعدش ما ينفعش احط قبله ايه ولا ان. بقى صم واني. هقول لك دي جمله ايه؟ جمله مثبته. يبقى اخد مين يا حبايبي؟ سم. So there is some pepper. تاني there is some pepper. نمبر 20 بيقول لي water ايه؟ طبعا واخدينها في المحادثه كانت بتقول water mess. water mess يعني لها منفضه. تاني water mess يعني لها منفضه. 21 بيقول لي there is some mushrooms. قلت يا حبايبي برضه ابص على المشرومز. عيش الغراب ده جمع ليه؟ دي في اخر الرس اهوت واحنا عارفين ان هو اسم جمع. طيب طالما اسم جمع يبقى ما ينفعش is ولا ينفع isn't. بقى لي ار اند ارنت. طب اخد ار ولا ارنت؟ يبقى لازم ارجع لنوع الجمله. هنا هلاقي كلمه صم. جميل يعني دي جمله يا حبايبي. هتقول لي يا مصر يعني دي جمله مثبته. وطالما جمله مثبته يبقى لازم اخد ار فبالتالي هقول there are some mushrooms. تاني there are some mushrooms. 22 بيقول لي there any pickles. تاني there any pickles. برضه هنا يا حبايبي بص على البيكلز. البيكلز ماله؟ هتقول لي يا مستر ده اسم جمع. اسم جمع ما ينفعش is ولا ها isn't. بقالي are and aren't. طب اخد نفي ولا اثبات؟ يبقى لازم اروح لنوع الجمله. هنا هبص هلاقي كلمه any. any دي معناها ان الجمله دي negation نفي يا حبايبي. وطالما طلعت نفي يبقى لازم اخد aren't. تاني لازم اخد aren't. طب تعال نبص على الجمله اللي بعدها. 23 بيقول لي is there any salt. برضو ببص على الاسم اللي هو ايه؟ salt. ماله salt ده يا حبايبي؟ هتقول له يا مستر salt ده اسم لا يعد uncountable noun والاسم الذي لا يعد يعمل معاملة ايه؟ المفرد. فبالتالي لازم اختار is وهقول is there any salt. طب نمبر 24 بيقول لي there isn't a hot sauce. برضو ببص على الاسم اللي هو الصوص. الصوص ده ماله؟ قال لي uncountable noun اسم لا يعد يعني ما ينفعش ايه ولا ينفع ان. طب يبقى قال لي some واني. طب اخد some ولا اني يا مستر؟ يبقى لازم ارجع لنوع الجمله. الجمله هنا مالها؟ منفيه. فبالتالي هختار اني. so there isn't any hot sauce. نمبر 25 بيقول لي there is a pen in the bag. طبعا هنا يا حبايبي الناس هتبدا تتخدع. ليه؟ هي في دماغها بس some اني لان هو ده اللي مرت علينا. لكن لازم شكل ما قلت ابص على الناون الاول الاسم. الاسم هنا كلمه pen. طب pen ديت هتقول لي ده اسم مفرد يعني ما ينفعش اصلا احط قبله ولا اني ولا صم. ليه؟ لان اني وصم بتيجي قبل الاسم الغير معدود وبتيجي كمان قبل الاسم الجمع. طيب يبقى لي ا وان. اخد ا ولا ان؟ طبعا ده كونسونانت ساوند يعني صوت ساكن فبالتالي لازم اقول ا بن. تاني لازم اقول ا بن. طب نمبر 26 بيقول لي ذير از اورنج اون ذا بليت. نفس الفكره تقريبا. طبعا هبص هنا الاول على كلمه اورنج. اورنج يعني برتقاله. البرتقاله مالها يا حبايبي؟ هتقول لي يا مستر ده اسمه مفرد. طب طالما اسم مفرد يبقى ما ينفعش صم ولا ينفع عيني. يبقى لي ا اند ان. طب الاورنج بتبتدي بصوت متحرك فبالتالي لازم اخد ان اورنج. تاني ان اورنج. 27 بيقول لي ار ذير اني اي. تاني ار ذير اني اي. طبعا هنا بيسال بار. جميل يعني معناها ان الاسم اللي جاي اسم يا حبايبي
جمع، يبقى السولت ما تنفعش لانه لا يعد ياخد از، بيبر برضو ياخد از لانه لا يعد، بتر تاخد از. ما فيش هنا جمع غير مين يا حبايبي؟ غير كلمه بيكلز. بيكلز يعني المخلل. طب نمبر 28 بيقول لي از ذير اني، نفس الفكره. هنا هبص يا حبايبي هلاقي از، واحنا عارفين ان از بتيجي مع نوعين اتنين من اسماء، يا اما يكون الاسم مفرد يا اما يكون اسم لا يعد. يعني جمع ما ينفعش؟ لا. طب جمع ما ينفعش؟ لا. طب جمع ما ينفعش؟ لا، كله جمع يا حبايبي، مفيش غير مين؟ salt هي التي لا تعد. تعال نشوف 29 بيقول لي what can you؟ حبايبي احنا عرفنا ان كان ده مودال فيرب يعني فعل ناقص، احنا قلنا ان كان بيجي وراها مصدر الفعل. طب يا ترى فين مصدر الفعل في دول؟ هتقول لي see يا مستر، see معناها يرى، what can you see؟ ماذا تستطيع ان ترى. طب نمبر 30 بيقول لي where is the butter؟ it's eat to the salad. طالما في تو مين اللي بيجي مع تو يا حبايبي؟ هتقول لي next يا مستر، next معناها بجوار. طب 31 بيقول لي سالي ايه هير grandmother a present؟ سالي ايه جدتها هديه؟ اكيد تعطي. طب فين تعطي؟ اكيد gives، يبقى gives her grandmother a present. فعش اقول grows ولا ينفع اقول bakes لان grows معناها يزرع، bakes معناها يخبز، وfinds معناها يجد. نمبر 32 بيقول I don't like ايه it's hot. رجع تاني قال لي ده هو حار، مين في دول اللي ممكن يكون حار؟ طب التشيز الجبنه، eggs البيض، pepper الفلفل، ولا الجريبس؟ اكيد البيبر اللي هو الفلفل. 33 بيقول لي my grandmother grows green. بيقول لي ان جدتي بتزرع ايه اخضر. طب يا ترى مين اللي بتزرع هنا؟ البيز النحل، ولا السولت الملح، ولا الشوجر السكر؟ اكيد طبعا green grapes، قلنا green grapes يعني عنب اخضر. نمبر 34 بيقول لي what is it؟ قال لي it's green، يبقى الاجابه هنا يا حبايبي بايه؟ بلون. وطالما الاجابه بلون يبقى انا كنت بسال what color يعني ما لون. 35 بيقول لي they are baking ايه؟ يعني هم بيخبزوا ايه؟ طبعا مين هنا اللي بيتخبز في دول؟ هتقول لي البريد يا مستر، يعني الخبز. 36 بيقول لي يا ميس هالة. هنا طبعا انا عارف يا لها من فوضى اسمها what a mess، تاني what a mess. 37 بيقول لي it's next ايه the salad. طبعا عارفين يا حبايبي ان البريبوزيشن اللي بيجي مع next هو to، فاذا هقول it's next to the salad. 38 بيقول what about some ice cream؟ what about some ice cream؟ يبقى لازم هنا اشوف الايس كريم ممكن يكون بطعم ايه؟ يا ترى بطعم الملح، ولا بطعم الشوربه، ولا بطعم البيبر، ولا بطعم الاستروبري؟ اكيد طبعا الاستروبري اللي هي الفراوله، بطعم الفراوله. 39 بيقول there is some water in the، يعني يوجد بعض الماء في ايه؟ يا ترى في العشب، ولا في النهر، ولا في الماونتين الجبل، ولا في التري؟ اكيد في الريفر اللي هو النهر. نمبر 40 بيقول لي they eat some. طبعا هنا يبقى لازم اشوف مين هنا اللي بيتاكل. يا ترى trees, ponds, sandwiches and boxes. اكيد اللي بيتاكل هنا هي sandwiches. نمبر 41 بيقول لي is this a purse؟ فاكرين في المحادثه كان بيقول هل ده كيس نقودك؟ طيب عشان ناكد اكتر، اللي بيجي بعدها اسم هي صفه الملكيه، يبقى اذا ما ينفعش يو لان يو ده ضمير فاعل. طيب يور ومي ويورز، هقول يورز ما تنفعش لان في اس وده ضمير ملكيه، ما ينفعش يجي بعدها اسم. مال مين اللي يجي بعدها اسم؟ قال لي صفه الملكيه. فين صفه الملكيه؟ قال لي يور، فعشان كده هقول is this your bears. نمبر 42 بيقول I'm thirsty، انا عطشان، let's have some. طالما انا عطشان يبقى اكيد هتناول مشروب. ترى بيبر ولا ووتر ولا تشيز ولا كاروتس؟ اكيد طبعا طالما عطشان يبقى هشرب ميه. 43 بيقول لي ليتس ايه هير؟ طبعا قلت قبل كده ان ليتس بيجي وراها انفينيت الفعل في المصدر، فبالتالي لازم اقول ليتس اسك بدون اي اضافات. 44 بيقول لي يو سو ماتش، قال لي يور ويلكم. امتى بقول للواحد يور ويلكم؟ على الرحبه والسعه، لما يشكرني. طب يعني ايه اشكرك؟ اسمها ثانك يو. قلت لك يا حبيبي خلي بالك مفيش حاجه اسمها ثانكس يو، طالما جبت يو بعدها تقول ثانك بس، اما لو مفيش يو كنت تقول ثانكس. 45 بيقول لي ذا برايد ايه براون بريد؟ طبعا برايد شكل ما قلنا اللي هي العروسه. طبعا هتعمل ايه في البريد؟ بريد يا حبايبي يعني خبز، اكيد هتخبز، يبقى بيكس، تاني بيكس بمعنى تخبز. طب نمبر 46 بيقول لي برو، ده عارفين ان اسم شخص، جوت ايه فور هير بريتي برون؟ بيقول لي حصلت عليها عشان البرقوقه الجميله بتاعتها، فاذا هتقول جوتها برايز. وقلنا يا حبايبي كلمه برايز بمعنى جايزه، انما بروم يعني ماشيه، بريك يعني طوبه او قالب طوب، وبرايز تي يا حبايبي يعني ثمن. 47 بيقول لي اي ايه ا جرين امبريلا، تاني اي ايه ا جرين امبريلا. طبعا يا ترى هقول اي هاف ولا اي هاز ولا هافينج ولا تو هاف؟
طبعا having لازم يجي قبلها am or is or are. وto have ما تنفعش، فانا هاخد يا have يا has. طب اخد have ولا has؟ هتقول لي I بتاخد have. فاذا هقول I have a green umbrella. number 48 بقول I picked. وانا picked بمعنى خبست. هخبز ايه في دول؟ cheese, bread, pepper or carrot. اكيد bread. وbread معنى خبز. 49 بقول do you want a apple؟ برضو انا حبيب بص الاول على مين؟ على الابل. الابل دي مالها؟ قال لي مفرد يا مستر، يعني ما ينفعش اني ولا ينفع صم، ما يغرنيش انها سؤال، فبالتالي لازم اخد an apple. an apple. number 50 بيقول لي is my favorite color. طبعا كلمة color يا حبيبي بمعنى لون. يا ترى مين اللي هيبقى لوني المفضل هنا؟ اكيد ما فيش لون غير كلمة brown، وbrown بمعنى بني. number 51 بيقول لي how much are these؟ قال لي 10 pounds. واخدين يا حبايبي قبل كده لما اسال عن السعر بسال بكلمه how much، تاني بسال بكلمه how much. تعال نشوف يلا. 52 بيقول لي great we will eat 3. طبعا شكل ما قلنا قبل كده ان كلمه will بيجي وراها فعل في المصدر، فبالتالي لازم اقول we will take، تاني we will take. 53 بيقول لي she keeps money in her. بيقول لي هي بتحتفظ بالمال او بالفلوس. in her ايه؟ اكيد بتحتفظ بالفلوس طالما هي واحدة ست، فاكيد في كيس النقود، فهيبقى purse، تاني purse. number 54 بيقول لي this purse is a. كيس النقود ده اكيد ملكها. في هنا اسم؟ قال لي لا، طالما جيت في الاخر فانا هجيب ضمير ملكية. فين ضمير الملكية يا ترى؟ her or hers؟ هقول لك لا hers، فاذا هقول this purse is hers. طب لو كان قال لي this is a purse كنت قلت her purse، ودي خدناها قبل كده. 55 بيقول لي is this a book؟ طبعا جاب لي هنا الاسم بعدها، فانا عايز صفه ملكيه مش ضمير ملكيه. فين صفه الملكيه في دول؟ هتقول لي your يا مستر، يبقى is this your book. ما ينفعش اقول yours book، هتقول لي لا لان ده ضمير ملكيه في اس، يا الاس يا الاس. طيب نمبر 56 بيقول لي whose purse is this؟ طبعا هنا لازم ابص على البيرس. البيرس ده يا حبايبي سنجلر نون، اسم مفرد، وطالما طلع اسم مفرد فياخد از ما ياخدش ار، فاذا هقول whose purse is this. تاني whose purse is this. 57 بيقول لي whose books are these. هقول هنا بقى البوكس يا حبايبي جمع، وطالما جمع طبعا تاخد ار، احنا عارفين ان التكمله بتاعت السؤال whose، whose والاسم وبعدين is او ار، فهنا هقول whose books بعدين are these. طب نمبر 58 بيقول لي a purse is this. قال لي it's hers. قلت طالما الاجابه فيها ابوستروفي اسم ملكيه او صفه ملكيه او ضمير ملكيه، فبالتالي يبقى السؤال بتاعي بهوز، هوز اللي معناها لمن او ملك من، تاني لمن او ملك من. 59 بيقول لي ثانك يو يور. لما حد يقول لي ثانك يو بقول له يور ويلكم، تاني يور ويلكم يعني على الرحب والسعه. 60 بيقول لي يو اي ات ذا ميوزيوم. قلت لك خلي بالك ان واز وير ده في الماضي، انما از وار وام ده في المضارع. قلت لما اشوف اي كلمه شكل يسترداي ولاست واجو يبقى على طول بختار من واز اند وير، اما لو شفت كلمه شكل كلمه today or now على طول بختار من am وis وi وar. هنا بيقول لي يو اي ات ذا ميوزيوم، طبعا هنا يو ما بتاخدش has ولا is ولا بتاخد was، فبالتالي هقول يو وير ات ذا ميوزيوم. يو وير ات ذا ميوزيوم يعني انت كنت في المتحف. نمبر 61 بيقول لي شي اي ات ذا هوسبيتال. برضو ابص تحت مش هلاقي حاجه تمشي مع شي الا wasn't، فبالتالي هقول شي wasn't ات ذا هوسبيتال. شي ما بتاخدش weren't ولا aren't ولا بتاخد are. نمبر 62 بيقول لي ايه وير ات ذا بوك شوب، تاني ايه وير ات ذا بوك شوب. هي الفكره هنا يا ترى مين اللي بياخد وير، تاني مين اللي بياخد وير، يا ترى هي هي ولا ذاي ولا اي ولا شي. طبعا لو بصيت هلاقي ان هي واي وشي كلهم بياخدوا was، اما اللي بتاخد وير فهي ذاي. 63 بيقول لي منى، مالها منى؟ منى انصار. قال لي ده كده بقى الاثنين جمع، at the chemists. ترى was ولا am ولا is ولا were؟ طبعا هلاقي انهم جمع، والجمع يا حبايبي شكل ما قلنا بياخد were، تاني الجمع بياخد were. نمبر 64 بيقول we ate at the library yesterday، تاني we ate at the library yesterday. طبعا هنا yesterday حبايبي من علامات الماضي، ليه؟ لان عندي we ما ينفعش تاخد is ولا ينفع was، بقى are were. طب اخد are ولا were؟ هتقولي دي مضارع ودي ماضي، بس هنا في كلمه yesterday، ويسترداي من علامات الماضي، فبالتالي لازم اخد were، تاني لازم اخد were. 65 بيقول I'm hungry، انا جعان. let's go to the A. طالما انا جعان يبقى اكيد هروح لمين يا حبايبي؟ للريستورانت. ريستورانت اللي هو المطعم. نمبر 66 بيقول we read books at the، بنقرا الكتب فين؟ خلي بالك قراءه الكتب او استعاره الكتب بتبقى في المكتبه،
اما شراء الكتب بيبقى من محل بيع الكتب. طالما قال لي هنا ريد يبقى لازم اقول له لايبرري، اوعى تقول له بوك شوب. طيب نمبر 67 بيقول لي وي باي بوكس ات ذا، قال لي اه. هنا بقى غير الفعل وجاب لي كلمه باي، وباي معناها يشتري. طب احنا بنشتري الكتب منين؟ هقول لك هنا بقى اللي اقول البوك شوب يعني محل بيع الكتب. 68 بيقول لي وين اي يو جو تو ورك، طبعا واخدين السؤال ده في الترم الاولاني، وقلت اللي بيجي بعده وين هنا دو اور داز، فبالتالي لازم اقول وين دو يو، تاني وين دو يو جو تو ورك، تاني وين دو يو جو تو ورك يعني متى تذهب الى العمل. قلت يا حبايبي جو فعل في المصدر، وطالما جو فعل في المصدر يبقى اللي يجي قبله دو او داز، ما ينفعش يجي قبله از وار، لان از وار بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي، فبالتالي انا هاخد دو او داز. طب اخد دو ولا داز يا مستر؟ هتقول لي انا هاخد دو. ليه يا مستر؟ هتقول لي لان يو بتاخد دو ما بتاخدش داز. 69 بيقول وات ات داز ات ستارت، قال لي 1:30، جاب لي هنا الساعه، وطالما جاب لي الساعه حبيبي انا بسال على الوقت. السؤال على الوقت بيبقى وات تايم، وات تايم يعني متى. 70 بيقول اي جو تو ورك اي ايروبلين، قلت يا حبيبي وسائل المواصلات بعد فوت بيجي معاها حرف الجر باي، فبالتالي هقول باي ايروبلين، تاني باي ايروبلين. نمبر 71 بيقول they ate at the restaurant yesterday، تاني they ate at the restaurant yesterday. قال لك اه they ما ينفعش تاخد is ولا ينفع تاخد was لان دول بتوع المفرد. طب يبقى لي are and were، جميل خالص. طب اخد are ولا were؟ قلت طالما في are were بشوف جمله ماضي ولا مضارع، هنا في yesterday ويesterday تاخد were في الماضي. طيب نمبر 72 بيقول لي هي ايه ات ذا سينما ناو، هقول لك اه في هنا مين يا حبايبي؟ ناو. طب هي ما بتاخدش ار وهي ما بتاخدش وير، بقى از اند واز، قلنا ناو مضارع فبالتالي لازم اختار از. 73 بيقول لي اي واز ات ذا بيكري، تاني اي واز ات ذا بيكري. طبعا هنا يا حبايبي لو بصيت للجمله هلاقي ان في واز، يبقى هنا لازم اخلي بالي مين اللي بياخد واز، يا ترى ازاي؟ هتقول لي لا بتاخد وير، وي برضو بتاخد وير. طب يو قال لي بتاخد وير، مين اللي بياخد واز بس؟ قال لي شي. طيب نمبر 74 بيقول لي ساره اي ات ذا هوسبيتال يسترداي، طبعا يسترداي من علامات الماضي، جميل. طب ساره دي مفرد كده كده ارنت ما تنفعش وويرنت ما تنفعش، بقى ازن ان وازنت، هتقول لي يا مستر وازنت ليه؟ هقول لك عشان الكلام ماضي. طيب 75 بيقول لي اي ات ذا بوك شوب، تاني اي اي ات ذا بوك شوب. طبعا انا بقول له اي ازنت ولا ارنت ولا وازنت ولا ويرنت، طبعا حاليا ان اي ما بتاخدش يا حبايبي غير وازنت. طيب 76 بيقول لي وي واتش موفيز، كلمه موفيز يا حبايبي بمعنى افلام، بيقول لي احنا بنشاهد الافلام ات ذا، اه بنشاهد الافلام فين؟ في دول، هتقول لي يا مستر في السينما. طيب نمبر 70 نمبر 77 بيقول لي وي باي بريد ات ذا، بيقول احنا بنشتري الخبز منين؟ طبعا من الهوسبيتال ولا من البيكري ولا من السينما ولا من البوك شوب؟ هتقول لي لا يا مستر من البيكري من المخبز. 78 بيقول واتس علي ايه، طبعا عارفين يا حبايبي ان طالما شفت اما ويز او ار وجايب له وراه فعل، فعل بيكون فيه اي ان جي، فبالتالي لازم اقول وات از علي دوينج، تاني واتس علي دوينج. نمبر 79 بيقول لي شي از اي نايس بيكتشر، تاني شي از اي نايس بيكتشر، نايس بيكتشر يعني صوره جميله. طيب تاني احنا قلنا ام ويز او ار بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي، طب ما كله يا مستر فيه اي ان جي، يبقى لازم اشوف الفعل اللي يمشي مع كلمة picture، أكيد هلاقي كلمة drawing، كلمة drawing معنى يرسم. 80 we buy medicine at the، يا ترى احنا بنشتري الدواء منين؟ من السينما ولا من الكيمست ولا من الميوزيوم ولا من الريستورانت؟ أكيد من الكيمست اللي هي الصيدلية. 81 بيقول لي the crabs ate the creek، بيقول لي الكابوريا ايه؟ الخليج الصغير، هتقول لي يا ترى الكابوريا درايف بتسوق ولا كروس بتعبر ولا درو بترسم ولا تريد؟ هتقول لي لا يا مستر هي كروس، كروز بمعنى تعبر. 82 بيقول I go to work a foot، قلت يا حبايبي الوسيله الوحيده اللي بتاخد on هي foot، عشان كده اقول on foot، تاني on foot. نمبر 83 بيقول she ate to music yesterday، هنا yesterday من علامات الماضي، بس هي الفكره هنا برضو مش في الماضي، انا لازم اجيب الفعل اللي بيجي مع to music، اكيد طبعا listen to music يعني استمعت الى الموسيقى. 84 بيقول he was sick he went to the، بيقول لي وكان تعبان، اكيد هيروح فين؟ ميوزيوم ولا لايبرري ولا سينما ولا هوسبيتال؟ اكيد هوسبيتال، هيروح المستشفى. نمبر 85 بيقول لي my grandmother ate grapes and bananas، بيقول لي ان جدتي هتعمل ايه في الجريبس and bananas؟ اكيد طبعا هتزرعهم، ويزرع يعني grows، تاني يزرع يعني grows. نمبر 86 بيقول لي he went to the aid to buy medicine، هروح فين عشان اشتري؟ كلمة medicine يعني
دواء. طيب هروح فين عشان اشتري الدواء؟ هتقول له يا مستر هروح للكيمست اللي هي الصيدليه. نمبر 87 بيقول لي وي يوز كرايونز تو ايه؟ احنا بنستخدم الالوان عشان نعمل ايه؟ سينج نغني، درو نرسم، درايف نقود، ولا ايت ناكل؟ اكيد هتقول له يا مستر هي درو، بنستخدم الالوان عشان نرسم. 88 بيقول لي واز انا ات ذا سينما. هنا لازم اشوف مين في دول اللي بياخد وزن. يا ترى وي، هتقول لي لا تاخد ويرنت ذي، ويرنت يو، ويرنت. امال مين اللي بياخد وزن؟ اي. 89 بيقول لي ايه ويرنت ات ذا ميوزيوم. برضه هنا لازم اخلي بالي مين اللي بياخد ويرنت. يا ترى هي، هتقول لي لا بتاخد وزن. شي وزن، ساره مفرد تاخد وزن. امال مين اللي بياخد ويرنت؟ هتقول لي ذي. ذا لاست وان، اخر واحده بيقول لي ايه واز ات ذا كيمست. هنا حبيبي برضه لازم اخلي بالي مين اللي بياخد واز. يا ترى ذي، هتقول لي لا بتاخد وير. طب وي وير، طب يو وير. امال مين اللي بياخد واز؟ قال لي ذا سنجلر ناون، الاسم مفرد، فعشان كده هقول احمد واز ات ذا chemists. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يا رب تكون استفدت معانا من المراجعة دي النهاردة. حاول تشوفها مرة واثنين وثلاثة، واذا عجبتك يلا اعمل لنا لايك وشير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.